عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله بعبده خيرا استعمله. قالوا: كيف يستعمله؟ قال: يوفقه لعمل صالح قبل موته. وهل نجد كلاما نعزي به أنفسنا أفضل من حديث خير الأنام؟ نعم، استخدمك الله لعمل صالح ختمت به مسيرتك النضالية، رحلت ولكن قبل موعد الرحيل صنت الجزائر، حافظت على استقرارها، جمعت شتات أبنائها، وكسرت شوكة المعتدين. رجل استدعته الجزائر لخدمتها شابا، وعند الجلد وجدته سدا منيعا، وإن بلغ من الكبر عتية. أمانة اللي بتكلم فيهم ده، والأمانة واعرة. لما واحد يكلم بأمانة تكون في المستوى الأمانة. اختار التخندق في صف الشعب وإعلاء صوته وتوحيد رايته من الوهلة الأولى للحراك السلمي، معطيا أوامر بحفظ الأمن وحقن الدماء، مطمئنا الحراك أن شوكة الجيش على أعدائه لا أبنائه. باش نعطي أمر للجيش باش يضرب الشعب، أنا من صلب الشعب، أنا من اللي عشت الثورة، عشت مع الشعب، قعدت مع الشعب في التروريزم، قعدت مع الشعب وعندي علاقة مع الشعب دائما، ووصيت الوحدات القتالية وقلت مرضوا بكم تغلطوا مع الشعب. وحفاظا على استمرار الدولة والنأي بها عن شبح فراغ مؤسساتها، كان الفريق على موعد مع التاريخ، وقف بوجه بوتفليقة وساق أعداء الجزائر إلى السجون زمرة. وفي أسوأ لحظات الفرقة والشتات كان يخرج مذكرا ناصحا بسمو الجزائر فوق كل الاختلافات والخلافات. الجزائر عندها قوانين وعندها دستور ليحميها، وإحنا حمينا الدستور هذا وتمينا في العهد تاعنا، إحنا نسعو فيها. ألح على البقاء ضمن المسار الدستوري وانتخاب رئيس شرعي، وكان له ذلك ليساهم في رسم مشهد الجزائر الجديدة وتأمين وحماية الدولة ومؤسساتها ومرافقته للشعب في انتفاضاته المباركة بسلمية ومسؤولية. ما ديما نقولها، الجزائر باش تعيش، الشعب الجزائري عنده حق تقبل باش يعيش حر مستقل، ليضع أولى لبناتها. مشهد كانت آخر صورة فيه ترصيع صدره بوسام الاستحقاق. قبل أن يترجل راحلاً وقد أدى المهمة على أكمل وجه. نتمنى إن شاء الله نكون في حسن ظن البلاد، والشي اللي أمناه لله في سبيل الله.